بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله نبتدي محاضرة النهاردة، دي تعتبر اخر محاضرة ان شاء الله في الكورس. يعني احنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على الريجسترز والكاونترز، وقلنا ان فيه ريجسترز بتسجل المعلومات زي ما احنا شايفين كده في السلايد رقم واحد. وبعدين اتكلمنا على الشيفت ريجستر، وقلنا الشيفت ريجستر هو بيعمل شيفتنج للداتا يمين او شمال، وخدنا مثال اليونيفرسال شيفت ريجستر واستخدامه في ان احنا نديله داتا سيريال او نديله داتا بارلل، وناخد داتا سيريال او ناخد داتا بارلل. و ادينا مثال تاني على الباي دايركشنال شيفت ريجستر اللي هو بيعمل شيفتنج تو رايت او شيفتنج تو ليفت. بعد كده اتكلمنا على الكاونترز واتعلمنا ازاي نعمل كاونتر، وانا قلت لكم ان فيه 3 اكزامبلز في الكتاب الاكاديميه، واللي ما عندوش الكتاب يبقى يقول لي وانا ابعتها له، حتى اصورها له وابعتها له. ده مثال، وفي مثالين تانيين 3 امثله تانيين محلولين في الكتاب. لازم تعملهم بايدك عشان انت هتدخل الامتحان هتحل حاجه زيهم، يبقى انت حافظ على طول تخلص مساله الكاونتر دي، يعني عليها ربع الامتحان تقريبا. قلنا لو انا عندي الكاونتر ده بيقول لي صممه جي كي فليب فلوبس بالسيك 5 3 7 0 1، والواحد ده هيرجع على الانيشال ستيت اللي هي الخمسة، او يعني ممكن يديني واحد يرجع الواحد ويقف، او يرجع لأي حاجة تانية ويكمل السايكل يعني. وقلنا ان فيه unused states، لو احنا بصينا للخمسة والثلاثة والسبعة والزيرو والواحد، يعني لو احنا بصينا كده في خطوات تنفيذ الكاونتر، احنا الاول بنحدد عدد فليب فلوبس، بعدين بنعمل ترو ستيبل للبريزنت ستيت اي ان وبي ان وسي ان، والنكست ستيت اي ان زائد واحد بي ان زائد واحد سي ان زائد واحد، والستيتس اللي هم 5 و3 و7 و0 و1، دول بنسميهم يوزد ستيتس. والاثنين والاربعه والسته يبقى هم الحالات الباقيه اللي احنا مش مستخدمينها، بنسميها unused states. اتعلمنا ان احنا نعمل لها logic function بحيث ان احنا ايه نتخلص من ال unused states لو حصلت لسبب او لاخر. واتعلمنا برضو ان احنا نعمل resetting للدايره بحيث انها تبتدي بال initial state دايما. اول خطوه ان احنا بنعمل ستيتس ماب للاي ان زاد واحد بي ان زاد واحد سي ان زاد واحد، ده بعد الخطوه الثالثه عملنا ستيتس ماب اللي هم على الشمال دول، ومنهم عملنا بتاعت اي ان زاد واحد بي ان زاد واحد سي ان زاد واحد، يعني كل ستيت من هنا بتتغير من حالة الـ present state للـ next state أو الـ previous state للـ next state. لو احنا اتكلمنا على الـ AN زاد واحد يبقى الـ present state كانت AN، الموضوع ده مهم جدا وما ننساهوش، يبقى من اي ان الى اي ان زاد واحد. الفاريبل الثاني اللي هو بي ان زاد واحد، يبقى اتكلم من البي ان الى البي ان زاد واحد. لما انا بتكلم على السي ان زاد واحد يبقى انا بتكلم من السي ان للسي ان زاد واحد عشان تقدر تعمل الترانزيشن ماب صح.
لان انت مش يعني في ناس بتغلط وتروح عامله ايه من اي ان مثلا اي ان زائد واحد، من اي ان البي ان زائد واحد، من اي ان لسي ان زائد واحد، وده غلط. بنعمل ايه؟ من اي ان الى اي ان زائد واحد ونعمل الترانزيشن مابس بتاعتها، ومن بي ان لبي ان زائد واحد ونعمل الترانزيشن ماب بتاعتها، والسي ان الى سي ان زائد واحد ونعمل الترانزيشن ماب بتاعتها. طبعا كل فاريبل من دول معروف له امتى بيبقى زيرو امتى بيبقى واحد على الماب الاصلية. خلصنا الترانزيشن مابس بتاعت التلاتة فاريبلز بتوعنا اي ان زائد واحد وبي ان زائد واحد وسي ان زائد واحد. بنعمل من الترانزيشن مابس دي، هو قال لي اعملها بجي كي فليب فلوبس. من الجي كي فليب فلوبس يبقى انا بجيب الاكسايتيشن تيبل بتاعته. طبعا في الامتحان انا بدي لك حاجه مختلفه خالص، فانت لازم تعمل الاكسايتيشن تيبل الاول تبقى دي معاك، وبدناها هنستنتج الجي اي كي اي، الجي بي كي بي، الجي سي الكي سي، تبقى بهذا الشكل. عملنا الجي اي على الشمال دي، والكي اي والجي بي والكي بي والجي سي والكي سي، ومن المابس بتاعتهم قدرنا نستنتج اكويشن لكل فاريبل من دول، الجي اي والكي اي والجي بي والكي بي والجي سي والكي سي، زي ما احنا عملناهم كده الاسبوع اللي فات. بنلاقي كل واحد نقدر نعمل له فانكشن خاصه بيه. ما دام عملت الفانكشنز دي يبقى انا ممكن ارسم السيركت بتاعتي. دول ثلاثه جي كي فليب فلوبس، ده الاي الاولاني اللي على الشمال، ده اي في النص، ده بي اللي على اليمين، ده سي. يبقى الاوتبوتس بتاعتهم ناخد الاوتبوتس كده اللي هي معموله بالاحمر دي A، وهنا B وهنا C. في الامتحان انا عايزك ترسمه رسم نظيف، لان اللي بيعك يعني ما بقبلش الرسم اللي مشخبط الكلام الفارغ اللي بتعمله ده. بنطبق كل ايكويشن الجي اي، بنشوف الجي اي جايه ازاي. هناك الجي اي بتساوي C، يبقى ناخد من C. هنا الجي بي تاخد من الاي، الجي سي تاخد من واحد، مثلا الكي سي كانت تاخد اي تاخد من الاي والبي، كي سي بتساوي اي بي، تمام؟ وهكذا. يبقى احنا كده خلصنا الفليب فلوبس اللي موجوده دي وتوصيلاتها الداخليه. فاضل ايه هنا؟ فاضل ان انا اشوف الانيشال ستيت بتاعتي ايه. الانيشال ستيت بتاعتي اللي هي 5 1 0 1. يعني عايز في الانيشال ستيت سواء انا بعملها مانيوال او بعملها اوتوماتيك، يبقى السي بواحد، البي بزيرو، الاي بواحد. هو بيعمل الكلام ده ازاي؟ لو اعتبرنا كل فليب فلوب من دول الاصل بتاعه اس ار فليب فلوب، او الاصل بتاعه اس ار فليب فلوب، فالبريسيت فاليو اللي فوق دي والكلير فاليو اللي تحت، البريسيت فاليو دي هي اس بار والكلير هي ار بار، بس ايه؟ اسينكرونس. اسينكرونس يعني ايه؟ يعني بتدخل مالهاش علاقه بالايه؟ بالكلوك. يبقى البريسيت والكلير لما احنا البريسيت بزيرو يعني العكس بتاعها يبقى واحد، الكلير بواحد يعني العكس بتاعها يبقى زيرو. يبقى لما يدخل، لو احنا بصينا في الاس ار فليب فلوب، لو الاس بواحد والار بزيرو هيخلي الاوتبوت بواحد. لو البريسيت بواحد والكلير بزيرو العكس بقى هيبقى الاوتبوت بزيرو. انا لو يبقى انا عايز الكيو دي لو هي بواحد يبقى انا اخلي هنا فوق زيرو وتحت واحد. نرجع كده للسلايد اللي فات، عملنا دي واحد، السي عملناها بواحد، والبي بزيرو، والاي بواحد. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان انا
بعمل مفتاح كده مانيوال، ادوس عليه يديني اشارة تحت هنا بالاخضر ده على الاخضر، واشارة على من فوق كده الاخضر اللي طلع فوق ده، يبقى هنا اللي في النص ده هيبقى بزيرو، واللي على اليمين هيبقى بواحد، واللي على الشمال هيبقى بواحد. طبعا النيجيشن بتاعه بتاع الاشارة اللي جاية دي الاخضر ده على نوت جيت، يبقى الازرق ده هو يبقى بزيرو، يبقى فوق زيرو. يعني لو خدنا الفليب فلوب بالسي هيبقى البريست بتاعه فوق هنا بزيرو وهنا ايه بواحد، لما انا ادوس على الزرار اللي هو في المانيوال ده. ونفس الكلام بالنسبه للايه، انما بالنسبه للسي مقلوب، بالنسبه للسي مقلوب، خدت هنا الواحد فوق والزيرو تحت، يبقى على البريسيت وعلى الكلير. طيب عايزين نعمل الكلام ده اوتوماتيك لو حصل unused states، يبقى لازم اعمل فانكشن بتاعت unused states، ادي اف يو تساوي السم اوف ايه 2 و4 و6. 2 و4 و6 دول ممكن اعمل لهم فانكشن كده مع بعض، اي ان سي ان بار زائد بي ان سي ان بار، ناخد سي ان بار عامل مشترك تبقى اي ان زائد بي ان سي ان بار. يبقى اي اور بي ناتج اند سي، اي اور بي احفظ كده، اي اور بي ناتج سي. نبص كده، خدت انا اي اور بي على الاور جيت، اي وبي على الاور جيت اهم، الناتج بتاعها داخل على اند جيت مع الايه؟ مع سي بار، مع سي بار الناتج بتاعته اللي هو اف يو الانيوز ستيت فانكشن اف يو، هي بتدخل مع الاور جيت اللي تحت دي، يبقى اما الاور جيت دي اما في حاله الاوتوماتيك او في حاله المانيوال لو انا عايز ادوس بايدي واعمل ريسيت بحيث ان انا ارجع للانيشال ستيت في اي لحظه. كده خلصنا احنا الاسبوع اللي فات ازاي اصمم الكاونتر. زي ما قلت لكم دي مسألة بتيجي في الامتحان، دي ربع الامتحان، تبقى ربع الامتحان فما تهملوهاش. النهاردة هتكلم على الرام، هتكلم على الرام. ايه هي الرام؟ كلمة رام اختصار لايه؟ لريد اسف لراندوم اكسس ميموري. رام اختصار لايه؟ راندوم اكسس ميموري. الراندوم اكسس ميموري يعني ايه راندوم اكسس ميموري؟ يعني ميموري مؤقته، ميموري مؤقته يعني ايه؟ انا بستعملها في البرامج بتاعتي كريجستر، سجل عليها المعلومات وانا شغال في اي برنامج. يعني انا كل وحده بسجل فيها معلومه بنسميها باينري سيل، بنسميها ايه؟ باينري سيل، سجل معلومة باينري اما زيرو او واحد. الباينري سيل دي بص كده، الكلام ده بيجي في الامتحان برضو، التعريف ده بجيبه في الامتحان. وتعمل الباينري سيل دي ازاي؟ بجيبها في الامتحان. يبقى وحدة تسجيل معلومة بالباينري بنسميها باينري سيل في الرام. الباينري سيل لها انبوت وليها اوت، لها ايه؟ لها انبوت وليها اوتبوت، وليها امر فوق كده انيبل، تمام، وليها امر تاني يحدد اذا كنت انا هسجل معلومه ولا هقرا معلومه من على الايه السل دي. يبقى الخليه دي اما ان انا بسجل عليها معلومه واما ان انا اقرا من عليها معلومه. فادينا معلومه تحت اهي، ريد او امر تحت، ريد رايت. يعني لو واحد يعمل حاجه من الاثنين دول، لو زيرو يعمل العكس، يبقى اما يسجل واما يقرا. ممكن نعمل الكلام ده ازاي؟ مثلا باستخدام الاس ار فليب فلوب. ادي الاس ار فليب فلوب زي ما انتم شايفين اهي على اليمين، تمام. يعني
حولناها الى دي فليب فلوب زي ما عملناها قبل كده، ان انا عملت نوت جيت ما بين الاس والار، بين الاس والار نوت جيت، يبقى دي اتحولت الى دي فليب فلوب. طيب الانبوت بيدخل على الاند جيت اللي هي دي على الاس، الاوتبوت بيطلع من الكيو عن طريق الاند جيت اللي بره دي. طيب الامرين اللي هما الانيبل، وبنميز ما بين الريد او الرايت. نبص كده هنشغلهم امتى. لو ريد رايت بواحد بواحد، يبقى الاند جيت اللي على الشمال دي هي اللي هتشتغل. ليه؟ هيدخل لها واحد، لما الاند جيت اللي على اليمين هدخل لها زيرو، يبقى دي مش هتشتغل، الاوتبوت دي مش هتشتغل. يبقى لو الاشاره على ريد رايت بواحد، يبقى هنا هيعمل ايه؟ هيسجل معلومه على الفليب فلوب. تمام؟ طيب لو رايت يعني، لو ريد رايت دي بزيرو، يبقى انا هقرا من الفليب فلوب عن طريق الايه؟ الاند جيت الاوتبوت. لان انا لما تبقى زيرو اشاره بزيرو، النوت جيت هتحولها الى واحد على مدخل الاند جيت اللي هي في الاوتبوت. طيب انيبل ان الخليه دي كلها تشتغل ولا ما تشتغلش؟ الخليه دي كلها تشتغل ولا ما تشتغلش؟ فكلمه انيبل دي لازم تبقى بواحد عشان انا اشغل السل اللي قدامي دي. انيبل يعني ايه؟ يعني تدخل اشاره لو هي واحد، يبقى تشغل الاند جيت اللي في الانبوت والاند جيت اللي في الاوتبوت. دي بنسميها الباينري سيل، دي بنسميها ايه؟ الباينري سيل. نحفظ الرسمتين دول، دول بجيبهم في الامتحان، احفظهم صم يعني. طيب اي رام، الرام عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة بهذا الشكل، مجموعة باينري سيلز، مجموعة ايه؟ باينري سيلز. والباينري سيلز دي بيدخلها خطوط داتا عددهم n، يبقى n داتا لاينز. لو انا هسجل هندخل المعلومات دي على الباينري سيلز، لو انا هقرا من الباينري سيلز يبقى انا هاخد من خطوط الداتا اللي تحت دي، يبقى دي خطوط الداتا معروفه اهي من 0 الى n ناقص 1. تمام؟ طيب اتحكم ازاي بقى؟ يعني دي عباره عن ايه؟ يعني لو انا يعني هدخل على السلايد اللي هو رقم 14 كده، ونرجع تاني لرقم 13. بس رقم 14 بيقول لي ايه؟ بيقول لي في خطوط داتا، واخد مثال اهو، خطوط داتا 3 عددهم n، عددهم n بتساوي 3. خطوط داتا كام؟ 3. طيب خطوط التسجيل address lines k ب2. طيب انا عايز اعمل، لو انا انتوا شايفين كده قدامي عندي كام باينري سيل اللي هي المستطيلات الموجوده دي، المستطيلات الموجوده دي 12 سيل، يعني الرام اللي قدام البسيطه دي الساعه بتاعتها 12 بت. الساعه بتاعتها كام؟ 12 بت، عشان عندي 12 سيل، يعني انا اقدر اسجل عليها 12 معلومه. طب لما اجي بسجل دي معموله زي مصفوفات كده، انا لما اجي اسجل بسجل على صف واحد، او لما اجي اقرا من صف واحد. يبقى انا الصف اللي فوق ده له عنوان، الصف الثاني له عنوان ثاني، الصف الثالث له عنوان ثالث، الصف الرابع له عنوان رابع. نحدد العناوين ازاي؟ بالA والB اللي هما داخلين على الديكودر اللي على الشمال ده. يبقى الA والB دول بيديني الادرس. لو انا مثلا A بزيرو وB بزيرو، يبقى الاوتبوت
على الخط الأخضر اللي فوق ده بواحد، والباقي بأصفار زي ما اتفقنا في الديكودر، واحد بس من الاوتبوتس بيبقى بواحد والباقي بايه؟ بأصفار. لما يكون ايه بزيرو وبي بزيرو بقى انا حددت ان انا هشتغل مع الثلاثه باينري سيلز اللي فوق بس. ده اللي هو اللي احنا بنسميه هيعمل انيبل للثلاثه باينري سيلز او الصف الاولاني اللي فوق ده كله. طيب الصف اللي انا عملت له انيبل اللي هو بالاخضر ده، لما اعمل انيبل للثلاثه سيلز اللي فوق يبقى انا في الحاله دي ممكن اسجل عليه او اقرا منه. اسجل على الصف الاولاني اللي فوق او اقرا منه بناء على ايه؟ على معلومه الريد رايت اللي احنا اتفقنا عليها دي. يبقى انا ريد رايت لو انا مثلا هي بواحد يبقى انا هسجل زي ما اتفقنا، لو انا هخليها بزيرو يبقى انا هقرا من الثلاثه دول. طيب هنقول ان احنا هنسجل، يبقى المعلومات اللي داخله على الخطوط اللي فوق دي انبوت، تمام، بتدخل على الباينري سيلز اللي فوق. لو عملنا انيبل ليهم وعملنا الادرس ده هو اللي هنقرا منه، يبقى الثلاث سيلز دول هم اللي هنسجل عليهم ايه؟ الثلاث معلومات دول. لو قلبنا ريد رايت انها تبقى ريد بس، يبقى ايه؟ يبقى انا المعلومات هتطلع في الاوتبوت اللي هو على الخطوط السوداء اللي نازله تحت دي. ده مثال لرام، طبعا احنا عاملينه ببساطه كده 12 بت عشان نفهم بس الكونستراكشن شكله ايه. يبقى انا عندي الكونستراكشن هنا بعمل كونستراكشن بتاع الرامات، الخط اللي انا عامله ده اللي فوق ده عندي ثلاث خطوط اللي هم الداتا اللي فوق او ثلاث خطوط الداتا اللي تحت. فوق يبقى انا انبوت واللي تحت يبقى اوتبوت، او اللي فوق هيبقى رايت الداتا اللي هتدخل الاريا تتسجل، او اللي تحت هتبقى الداتا اللي هقراها. ده بناء على الامر اللي هو ريد رايت كوماند اللي هو على اليمين ده. الادرس لاينز اربعه زي ما انتم شايفين، هم اربعه ادرسيز. الاربعه ادرسيز اللي انتم شايفينهم دول بحددهم ازاي؟ الأربعة أدرسين اللي أنا بحددهم فوق دول بحددهم إزاي؟ بحددهم بـ الاتنين إنبوت الأدرس لاينز اللي هما A و B دول. يبقى البارامتر دول اتنين، إداني أربعة أدرسين زي ما أنتم شايفين كده. لو عملت التلاتة إنبوت يبقى أعمل ديكودر تلاتة إنبوت لكام؟ لتمانية. يبقى تمانية أدرسين. لو اتنين أس إن، اتنين أس كي. يبقى عدد الأدرسين اتنين أس كي. عدد خطوط الداتا ثلاثة اللي هو N. يبقى السعة بتاعت الرماية اللي قدامي دي عبارة عن ايه؟ ثلاثة مضروبة في اتنين أس اتنين، ثلاثة مضروبة في اتنين أس اتنين، ثلاثة اللي هي الداتا لاينز، والأدرس لاينز اتنين يبقى عددهم اتنين أس اتنين يبقى أربعة. يبقى أربعة في ثلاثة ب 12، يبقى الساعة بتاعت الرماية اللي قدامي دي 12 12 ايه؟ مكان بسجل فيه. هرجع كده للسلايد اللي قبله. يبقى انا عندي ادي الرماية اهي، دي الرسمة بتاعتها العمومي. الرماية عبارة عن ايه؟ داتا لاينز ان، سواء كانت انبوت او اوتبوت. انبوت يعني هسجلها، اوتبوت يعني هنقراها. الادرس لاينز الادرس اللي هم هسجل عليه او هكتب منه، او اسف هسجل عليه او هقرا منه، دول عددهم ايه؟ 2 اس كي، 2 اس كي. وال 2 اس كي الكي معناها ايه؟ عدد خطوط الداتا اللي داخل على الديكودر، 0 لكي ناقص 1. تمام. يبقى الكباست بتاعت الرمايه اللي قدامي 2 اس كي مضروبة في ان، 2 اس كي مضروبة في ان. نبص كده في السلايد رقم 15.
في قيم كده لازم نكون عارفينها كويس. قلنا الكباسيتي بتاعت اي ران ان في 2.5 كي. لما نيجي نحسب القيمة دي هتطلع لنا مثلا لو طلعت 2 أس 10 بت، 2 أس 10 بت، الـ 2 أس 10 بت بنسميها 1 كيلو بت. نسميها ايه؟ 1 كيلو بت. طبعا لو 2 أس 10 دي لو حد يضربها كده هتطلع كام؟ اتنين أس عشرة دي حد يضربها كده؟ طبعا عندنا اتنين تبقى 1024 ألف أربعة وعشرين. تمام، يبقى 1024. طبعا احنا متعودين كلمة كيلو دي يعني 1000، صح؟ أي كيلو، كيلو جرام مثلا يبقى 1000 جرام، كيلو متر يبقى 1000 متر، صح؟ احنا عندنا الكيلو بت 1024 بت، 1024 بت. احنا مختلفين هنا في ايه؟ في كلمة الكيلو، وبرضه هتبقى الميجا وتبقى الجيجا. يبقى ادي لو 1 كيلو بت. طيب لو انا عايزها تبقى 1 ميجا بت، تبقى 2 أس كام؟ تبقى 2 أس كام؟ 2 أس 20. تمام؟ 1024 في 1024. طيب لو انا عايز 1 جيجا بت، تبقى 2 أس 10. 2 أس 10 في 2 أس 10 في 2 أس 10، اللي هي دي اللي احنا بنسميها 1 جيجا بت. معايا؟ حد مش فاهم الكلام اللي بقوله؟ تاني، يبقى الواحد كيلو بت 1024 اللي هي 2 أس 10. الواحد ميجا بت 2 أس 20. الواحد جيجا بت 2 أس 30. تمام، نحفظ الحاجات دي طبعا، يعني لازم تكون انت عارف الكلام ده. طب لو اتكلمنا بالبايت، كلمة بايت يعني ايه؟ يعني 8 بت. كلمة بايت المكتوبة قدامك دي يعني ايه؟ 8 بت. لو الفاليو مثلا اول سطر 8 في 2 أس 10 بت، احنا اتفقنا ان الوورد او البايت بيساوي 8 بت. يبقى انت ما تنساش دايما ان البت ده معلومة واحدة، البايت 8 معلومات. 8 ايه؟ معلومات. يبقى وورد بتتكون من 1 بايت، يعني عبارة عن 8 بت. وورد تتكون من 2 بايتس، يبقى فيها 16 بت. وورد تتكون من 3 بايتس، يبقى كام؟ 24 بت. تمام؟ نحفظ كده يعني، وهكذا يعني الى اخره يعني. يبقى لو انا اتكلمت على 8 في 2 أس 10 بت هنسميها 1 كيلو بايت، 1 كيلو بايت. لو 8 في 2 أس 20 تبقى 1 ميجا بايت. لو 8 في 2 أس 30 تبقى 1 جيجا بايت. حد عنده اي سؤال في الكلام اللي بقوله ده؟ اللي مش فاهم يسأل، موضوع سهل وبسيط ومهم انك تكون حافظه وعارفه. تمام ماشي، ناخد التالي ده، فضل سلايد واحد ونخلص المحاضرة بتاعتنا. اخر سلايد هتعمل الاساينمنتس اللي قدامك دي، تمام؟ تعملها تحلها في يعني حلها زي ما انت عايز، بحيث ان انت ممكن تيجي واحده زي في الامتحان. يا تعمل دكتور ديزاين. بالنسبه للاسايمنت اللي حضرتك طالبها هنسلمها ازاي؟ انا عايز بس العملي تيجي توريهولي بس. يعني اللي احنا كنا بنحله في الترم ده مش هنسلم كده؟
تدريب ليك، كل يعني كله تدريب ليك، ده انا بيجي زي في تمام الامتحان. ماشي مفيش مشكلة. طب يا دلوقتي دكتور، دلوقتي في على المود الملف المفروض نرفع عليه حاجات، حضرتك نرفع ايه بالظبط؟ في على المود الايه تاني؟ حضرتك منزلين على المود اللي احنا نرفع لكل مادة كده زي ملف نسلم فيه الحاجات، نسلم ايه بالظبط عليه؟ صحيح، هما كان إدارة الجامعة طلبوا مننا الكلام ده يعني. ماشي، هما نزلوا ايه؟ نزلوا اساينمنت يعني على الموديل؟ هما مش لا منزلين حاجة، هما فاتحين مكان بس، يعني اه مش طالبين حاجة بعينها. في هو دكاترة تقريبا دكتور بيقولوا لسه مجمل صعب الأعمال عندها اللي شغل احنا فاضي ولسه بنعملها مأخر نفسها. عندها أصلا، طيب انتوا ممكن في ناس مأخر تنزلوا، عندها عشان بص عملت الاستبيان. طيب استنوا بس، هو المفروض يعني دي تعليمات الجامعة ان احنا ننزل الاساينمنتس او احنا نشوف الاساينمنتس اللي انتوا بتنزلوها على الموديل. كويس، انت صورها ونزلها. خلاص تمام يا دكتور. صورها ونزلها يعني، هنتمم بس ان انت نزلتها ولا ما نزلتهاش، انما انا مش هقدر اراجعها كلها يعني. طب حضرتك بس يا دكتور، الاساينمنتات اللي هي الكتابه دي هنسلمها مع العملي بتاع الناندو والنور؟ لا، العمل اللي انت هتيجي توريهولي بس، انما الكتابه هتنزلها على الموديل. خلاص تمام صورها بس نزلها على الموديل يعني ايا كان شكلها وحجمها يعني. تمام يا دكتور، خلاص الاساينمنتس اللي فاتت، اللي جاي ده مش مشكله. تمام، شكرا يا دكتور. خلاص ده تدريب ليك، الصفحه الاخرانيه دي تدريب ليك انت تحلهم، لان مهم ممكن اجيب واحده زيهم في الامتحان. ماشي، اللي عنده اي سؤال انا كده خلصت يعني. دكتور، هو لازم ارسم بالمسطره يعني في الامتحان؟ يعني ايه بس بالمسطره؟ الميد ترم الوقت ما كفاش. لا بالمسطره يعني ايه؟ انا عايزك ترسم خطوط افقيه، خطوط رئاسيه مظبوطه، ده موضوع بسيط يعني. بالمسطره يبقى انت يعني كويس، بس يعني ممكن تضيع وقتك يعني. انا بتكلم في كده عشان في الميد ترم كان صعب ان احنا نرسم بالمسطره اصلا. لا ارسم بايدك بس، اعمل خط افقي يعني، افقي خط راس يعني راسي كده يعني، فاهم قصدي؟ تمام بس تمام حضرتك. مش مطلوب انها تبقى يعني بيرفكت قوي بالمسطره يعني. تمام، عايزك يعني احس ان انت فاهم اللي انت كان الكلام انت بتعمله. تمام شكرا لك. عفوا، يلا بالتوفيق ان شاء الله، واللي عايز اي حاجه ممكن يبقى يتصل بيا في اي وقت يعني. وانتوا العملي، شكرا. العمل اللي هيبتدي او هيبتدي الاسبوع ده صح؟ دكتور ابتدى امبارح. تقريبا في ناس امتحنت واحنا سكشن 4 نمتحن بكره. طيب ماشي، يلا بالتوفيق ان شاء الله. شكرا ماشي، دكتور. اللي عايز اي حاجه يبقى اتصل بيا يعني، تليفوني معاكو، اللي عايز اي حاجه في اي وقت في المذاكره في اي حاجه يتصل بيا. شكرا لحضرتك. شكرا. نراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في كان في اول في امتحانات يعني، في انتوا خدتوا امتحانات امثله قبل كده على امتحانات الفاينل ولا ما خدتوش؟ هبنزل لكم على الواتساب مثال امتحانات سابقة يعني. ماشي خلاص، تمام يا دكتور. ماشي تمام ماشي، تمام يا دكتور. شكرا، الله، كل سنة طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.